طبعا متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره في ملعب مختار التتش. النادي الاهلي بيستعد لمباراه سوني ديب بطل النيجر في مباراه العوده ان شاء الله يوم الثلاثاء. يعني باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. شفنا اداء مميز جدا في المباراه الاولى، يا رب ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي الحفاظ على لقب دوري ابطال افريقيا الغالي جدا على جمهور النادي الاهلي باذن الله خطوه بخطوه ان شاء الله تكون البطوله العاشره في دولاب بطولات النادي الاهلي. النهارده بس حابين طبعا نتكلم على التدريب، مش هيبقى في جرعه تدريبيه كامله، يعني بيحاول بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي يدي فتره راحه كبيره جدا للاعبين. النهارده يمكن المسحه الطبيه يكون 11 صباحا، لكن النهارده التدريب فري لكل لعيبه النادي الاهلي، يعني مش هيبقى في جرعات تدريبيه قويه، مش هيبقى في حمل بدني، هيبقى في حاجات بسيطه جدا كلها ريكفري واستشفاء لكل اللاعبين، ليكون تدريب الغد هو التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه يوم الثلاثاء. لكن يمكن زي ما تابعنا وشفنا في المباراه الاخيره مباراه دجله والغيابات الكبيره جدا اللي اثرت بالتاكيد على صفوف فريق النادي الاهلي، يعني زميلتي نهاوندي زميلي كريم اكثر من 11 لاعب كان غايب عن هذه المباراه، منهم عدد كبير من اللعيبه 8 لاعبين لفيروس كورونا، لكن ان شاء الله باذن الله ينتهي هذا الامر تماما ويستطيع النادي الاهلي من جديد يستعيد كل اللعيبه اللي غابت. يعني المباراه الاخيره كان فيها غيابات قفشه وكهربا السوليه محمد هاني اكرم توفيق مروان محسن جيرالدو طاهر محمد طاهر جونيور اجاييه جيرالدو عدد كبير جدا، اكيد امر بيكون مزعج للجهاز الفني. بالتاكيد الاهلي بمن حضر دي شعار كل جمهور النادي الاهلي، لكن الظروف ما بتكون استثنائيه الامر بيكون صعب، لكن خلاص صفحه واتقفلت تماما، وده الحديث اللي اتكلم عليه بيتسو موسيماني والجهاز الفني بالكامل مع فريق النادي الاهلي على ان يتم الفصل التام. من مميزات لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني الفصل بين البطولات، الدوافع بتكون مختلفه، الرغبه بتكون مختلفه، مباراه الدوري العام محتاجه نفس طويل، لكن بطوله دوري ابطال افريقيا محتاجه تركيز كبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي في 90 دقيقه سواء مباراه ذهاب او مباراه عوده. فباذن الله ان شاء الله تكون لاعبي النادي الاهلي على قدر المسؤوليه كالعاده يوم الثلاثاء ويسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. زي ما اتكلمنا على الاصابات، لكن بيرجع لنا كمان الحمد لله بقى عدد من اللاعبين اللي كانوا متاثرين بفيروس كورونا، على راسهم محمد مجدي قفشه بعد اعلان سلبيه المسحه، وايضا كمان امس محمود عبد المنعم كهربا اللي بالفعل المسحه السلبيه ايضا كمان كانت بالنسبه له، يعني اثنين لعيبه من ثمانيه. يا رب ان شاء الله نطمن كمان على محمد هاني واكرم توفيق وعمرو السوليه واجاييه وجيرالدو باذن الله كل اللعيبه دي تنضم سريعا لفريق النادي الاهلي، محتاجين كل لعيب خلال المرحله القادمه وهي دي سمه لاعب النادي الاهلي، اي لعيب بيكون متواجد في المستطيل الاخضر بيبذل كل ما يبذل من قوه لاسعاد كل جمهور النادي الاهلي. النهارده هتكون كمان مسحه طبيه لكل اللاعبين، البروتوكول الخاص بالكاف طبعا عارفين 48 ساعه قبل انطلاق المباراه بيكون مسحه طبيه، يا رب ان شاء الله كمان المسحه دي تكون سلبيه، الامر بيكون مزعج جدا للمدير الفني. المدير الفني كان تصريح لبيتسو موسيماني قال انا بعد المسحه ما ببقاش عارف مين معايا مين هيكون خارج القائمه، ده امر مزعج جدا للجهاز الفني وكمان اللعيبه، الموضوع مش فني بس الموضوع نفسي كمان، اي لعيب بيخش يعمل مسحه بيبقى قاعد عندي ما عنديش هيعمل ايه، فيا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبتنا ويحافظ على الجميع من فيروس كورونا وتنتهي هذه الازمه ونبدا بقى نعيش حياتنا الطبيعيه من جديد ويعيش كمان كل النادي الاهلي بالكامل حياته الطبيعيه. يمكن دي ابرز طبعا الاخبار النهارده، زي ما اكدت وقلت يمكن النهارده التدريب هيكون خفيف لفريق النادي الاهلي، غدا هيكون هو التدريب الرئيسي، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تحافظ على نفسها كمان في تدريب اليوم، ما يبقاش في احتكاكات ما يبقاش في اي اصابات، وان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. لو بتكلم بقى كمان على النشاط الرياضي والجانب الاخر واخبار النادي الاهلي، الحقيقه زي ما بنتكلم على فريق الكره لازم ندي حق كل الالعاب طبعا الصالات الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه. ابدا معاكم طبعا بالكره الطائره رجال، بنتكلم على كوفيد 19 بنتكلم على فيروس كورونا، عدد كبير جدا من رجال الكره الطائره كان اصابهم هذا الفيروس، لكن الحمد لله اطمنا على اكثر من لاعب، كل النتائج اللي انا هتكلم عليها طبعا مع اللاعبين جت سلبيه الحمد لله على راسهم عبد الله عبد السلام واحد من نجوم النادي الاهلي في كره الطائره، محمد عادل دوله محمد عوض عبد اللطيف عثمان عبد الرحمن الحسيني اتاكدنا الحمد لله ان المسحه جت سلبيه وهيشاركوا بقى من جديد في التدريبات الجماعيه مع الكابتن نميد ومصلحي المدير الفني للنادي الاهلي. يمكن في ظل الغيابات دي قدروا ان هم يفوزوا على فريق الشرقيه للدخان بنتيجه 3-0 في مباراه الامس، مجهود كبير بيبذل اكيد لان التحضير بيكون على قدم وساق بالنسبه للجهاز الفني وايضا كمان الجهاز بشكل عام من الكره الطائره والالعاب كلها، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيه اي معوقات تعوق فريق النادي الاهلي لرجال الكره الطائره اللي حققوا الموسم اللي فات كل البطولات اللي دخل فيها رجال الكره الطائره الحمد لله حققوها، ويا رب ان شاء الله يستمر الاداء على هذا النهج ان شاء الله. كمان لتنس الطاوله، لو بننتقل على تنس الطاوله بالفعل تأهل فريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي لدور الثمانيه في بطوله الجمهوريه، مجهود كبير جدا بيبذل من الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاوله في النادي الاهلي سواء للسيدات وايضا كمان للرجال وصولهم لدور الثمانيه في بطوله الجمهوريه. يمكن البطوله دي مقامه على صاله هيئه قناه السويس، يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم باذن الله ويبداوا تدريجيا حتى يحصلوا على هذه البطوله. كمان كره الماء والمجهود الاكبر اللي بيبذل من نوائل عزت رئيس جهاز
العاب الماء في النادي الاهلي، كانت مباراه قويه جدا ومثيره. الاهلي وسبورتنج يمكن في كاس مصر قدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه 16-5، نتيجه كبيره في كره المايه. لكن بقول لك عندنا طبعا يمكن المجهود كبير جدا بيبذل في العاب الماء، سواء السباحه او ايضا كمان العاب الماء بشكل خاص. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الفتره القادمه تكون انتصارات تكون كلها يعني كلها ايجابيه لفريق النادي الاهلي، سواء للنشاط الرياضي وايضا كمان لفريق الكره. والهم كله طبعا الاكبر هو دوري ابطال افريقيا. يا رب ان شاء الله المباراه القادمه تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه، هو هدف وحيد لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. عودة لكم في الاستديو.